التسعينات أبوي الله يرحمه جاب لنا طيف جديد للبيت، مو بهدايا نجاح ولا هي بالعاب يجيب لنا إياها في العيد، كان شيء غير، غير حياتي للأبد. كان أول كمبيوتر يدخل بيتنا، ويمكن أحارة كلها بعد. كنت أشوف الشاشة الثقيلة، نورها الضعيف اللي يلا ينشاف، شكل الكيبورد، الماوس الغريب، أبهرتني كلها. وقتها كنت أنام وأقوم جنب الجهاز، حتى أدرس جنبه، وإذا لمسته كنت بس عشان أشيل الغبار عنه، لأن أبوي ما كان يخلينا نشغله وهو مو موجود. شوي شوي تطورت العلاقة، وصرت أتعرف عليه وعلى الأشياء العظيمة اللي كان يسويها، لين صرت الدعم الفني الرسمي لكل شخص حولي، البيت، بالحارة، حتى بالمدرسة. لقيت لي صورة من الاتصال المتوسط ونفس الشيء جنب الكمبيوتر. إذا خرب الكمبيوتر نادوا عبد الله، إذا انقطع الإنترنت نادوا عبد الله، حتى إذا خربت الغسالة نادوا عبد الله. وأنتم بعد إذا احتجتوا شيء تقولون تنادوني. في الثانوي بحثت وتوظفت في محلات الكمبيوتر ومقاهي الإنترنت عشان أبي أكون قريب للأجهزة. ما كنت بس أصلح أجهزة الناس، كنت أنا عايش داخلها، أخرب وأجرب وأتعلم. بس الحياة ما كانت بهالسهولة، ولا كل شيء نبيه يصير. تخرجت من الثانوي وكان حلمي أني أطلع وأدرس برا، أدرس في أمريكا في الدول اللي بدأت التقنية والإنترنت. لكن للأسف بسبب لأن كانت بالنسبة لي حلم كبير، بس الوالدة الله يحفظها قالت لي يا وليدي ما بيك تطلع من عنيزة، وأبيك تجلس جنبي، وبدون تردد وبدون تفكير قلت لها يما على الخشب. بحثت عن الكليات اللي بالقصيم وسجلت فيها كلها، وحطيت خيارات الحاسب والتقنية أول شيء، وللأسف انرفضت منها بسبب نسبة الثانوي. الكمبيوتر كان شاغل بالي وتفكيري عن كل المواد الثانية، في اللغة، فعل وفاعل، مبتدأ وخبر، في العلوم، حركة وطاقة، ذرات وجزيئات، وأنا كل اللي في بالي 0100001. إلين جاني رسالة بقبول قسم الزراعة والطب البيطري. تخيلوا معي، شخص يعشق التقنية ينام ويقوم عليها، ويجلس في القاعة تعلم على أنواع الصخور والبذور والأتربة والأشجار، وكل اللي يبيه كيبورد وماوس. 3 أسابيع جلست فيها ولا تحملت، قررت أني أسحب ملفي من الجامعة، ورحت بحثت عن أقرب كلية، ولقيت الكلية التقنية كان عندهم برنامج الدبلوم في تقنية المعلومات. ولأن الترم بدأ اضطريت أني أدفع فلوس من راتبي اللي كنت أستلم محل الكمبيوتر، أبو 1200 ريال، بس عشان أدخل وأبدأ بالتقنية. مرت 2.5 سنين كنت أشتغل وأدرس، والحمد لله تخرجت بامتياز. وقل جاء وقتها، جاء حلمي الحين، أقدم على البعثة وأطلع برا، وللأسف باب مقفل ثاني. البعثة ما كانت تقبل خريجين الدبلوم. الوالدة الله يحفظها كانت تشوف معاناتي وإصراري إني أطلع في الحلم، وسمحت لي إني أطلع للرياض، وبسم الله ومشيت للرياض. توظفت وجلست 3 سنوات. كانت بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما كان عندي شهادة جامعية، بس كانت المعرفة والعلم والإصرار والشغف في التقنية كانت هي شهادتي. مرت 3 سنوات، كان غيري يجمع فلوس عشان يتزوج ولا يشتري سيارة ولا حتى يطلع سياحة. أنا كنت أحاول أجمع كل ريال عشان أطلع على حسابي الخاص برا وأدرس بأمريكا. خلال 3 سنوات الحمد لله جمعت مبلغ
وطلعت وقدمت على الجامعة والتحقت في بكالوريوس هندسة أمن الشبكات. أول كم شهر كانت صعبة جداً لأني كنت أدفع عن حسابي وكانت فلوسي تنقص شوي شوي، إلينا الحمد لله التحقت بالبعثة. في أمريكا ما كنت الحمد لله بحاجة للعمل عشان الفلوس، كنت حاجة للخبرة بالتطبيق العملي. بحثت عن وظائف وجلست سنة كاملة وأنا أبحث وكلها تجيني بالرفض، إلينا الحمد لله بعد سنة جاني قبول في وظيفة كانت في الجامعة وكانت دعم فني. كنت أصلح الأجهزة طابعات وشوي شوي ترقيت لين وصلت مرحلة أني أدير معامل وشبكات الجامعة. وقتها أيضاً قدمت على نادي الأمن السيبراني في الجامعة وكنا نشارك مسابقات. المسابقات هذه كانت على مستوى أمريكا وكانت الجامعة تتمنى أنها تأخذ جوائز فيها، والحمد لله مع فريق الجامعة قدرنا نحقق جوائز كثيرة. وكنت وقتها أصور سيلفي مع كل كأس ناخذه، والجامعة أخذت الكؤوس هذه وحطتها على جدران الجامعة لأنها كانت إنجاز لها. هذه صورة واحد من السيلفي، وأنا أدور بالصور لقيت صورة إلياس الله يحفظه. إلياس موجود هنا وقف، هو الحين 9 سنوات. مرت 7 سنوات في أمريكا، تخرجت وتوظفت في شركة عالمية، إلين كان في 2017 هجمات سيبرانية عالية بالعالم وفي السعودية، وقررت على طول أني أرجع وأخدم وطني الحبيب. رجعت، استقرت الأمور، وظيفة مرموقة، راتب محترم، خدمت وكنت مستشار لجهات كثيرة نحمي أمنها ونرفع قدها. بس كان في تحدي، في شيء ناقصني ذيك الفترة، تحدي يمثل تتويج هالسنين كله، التعب والإصرار والمحاولات اللي ما توقف إني أكون الأفضل في مجالي وإني أبرز في المجال. وقررت هالمرة إني أختار الباب المقفل. معروف في عالم التقنية والأمن السيبراني إن شركة أبل هي من أصعب الشركات اللي ممكن تلقى فيها ثغرة، يدفعون ملايين ويضبون آلاف المختصين بس عشان يحمون أنظمتهم. فقلت أنا بتحدى شركة أبل. مرت شهور وأنا أجرب أحاول أخترقها، أخترق أجهزتها، ما في جهاز حولي ما جربت عليه، وكلها كانت محاولات فاشلة. وترى مو بس أنا وغيري كانوا يحاولون، إلين فترة علق الجهاز فجأة. يمكن لو أحد منكم علق الجهاز عليه بيزعل، يتضايق، راح شغله ولا راح دراسته، ولا يمكن كلم عبد الله عشان يصلح الجهاز. بس أنا قمزت من الوناسة، مو بلأني اخترقتها، لا، لأني حسيت إن في أمل، كأني مسكت طرف الخيط. بعد أيام قليلة لقيت الثغرة، لقيت المفتاح اللي يفتح لي أي جهاز أبل سواء مقفل ولا لا. على طول أرسلت إيميل لأبل، بلغتهم وعطيتهم التقرير. ساعات قليلة ردوا علي إنها فعلاً ثغرة صحيحة، وقالوا لي شيء، بالإذن لو سمحت لا تنشر ولا تعلن عنها عشان نحمي خصوصية الناس. كنت أجلس بين ربعي، قلت أنا اكتشفت اكتشاف، لو أبيعه في السوق السوداء وفي الدارك ويب كان ممكن أخذ منه مبالغ كبيرة، بس حماية الناس وحماية خصوصيتها كانت لي أهم. انشرت، الشهور اللي بعدها اشتغلت مع مهندسي أبل عشان نقفل الثغرة، والحمد لله لقينا التكفيل، وجاء وقت اللي أبل تنشر فيه التحديث. انشرت التحديث، كل الناس وصلهم تحديث زي اللي يوصلكم في الجوالات، لكنهم سووا شيء غير حياتي، وكأنها الكاسة اللي كنت انتظره. انشرت أبل التحديث وذكرت عبدالله الجابر. مكتشف ثغرة خطرة في أنظمة الماك
واسمي فيها. وتحسبوني وقفت هنا؟ لا، كملت واكتشفت أغراض ثانية على أبل وغير أبل. الشاب اللي حرم نفسه من أبسط الأمور، كان يدرس ويشتغل. الشاب اللي تعب في مقاعد الدراسة عشان يحقق طموحه وحلمه اخترق أبل والشركات الثانية. لو أرجع من البداية، حياتي بدأت بالتقنية من التسعينات، واجهت عقبات وصعوبات كثيرة، بس هالتجربة ذي علمتني شيء مهم عن الحياة، إن كل تحدي صعب هو مجرد باب مقفل. المفتاح اللي أنا لقيته إصرار وشغف وطموح. وبيكم تطلعون بشيء واحد اليوم، لا تخلي أي باب مقفل يوقف قدامك، ترى المفتاح دائم موجود. شكرا لكم.